حاجة تانية مهمة جدا، معلش أنا كنت لازم أتكلم مع حضراتكم بهذا الشكل. إمبارح إحنا إتكلمنا في أمور كثيرة جدا، انتقدنا أداء الفريق وقلنا كذا وقلنا كذا، ولكن عمرنا ما هنفقد الدعم والمساندة للفريق، ولا إحنا ولا حضراتكم، ولا إحنا ولا حضراتكم. ليه؟ لأنه في الأول وفي الآخر إحنا بنحب النادي ده وهنفضل في ظهر النادي ده، وعمرنا ما هنتغير، عمرنا ما هنتغير. هناك بعض الامور اللي حضراتكم قعدنا الكابتن خطيب وسال الناس يا جماعه في كذا كذا كذا، لازم كل حاجه ترجع زي الاول. انا قلت لكم السنه اللي فاتت، قلت لكم ايه السنه اللي فاتت؟ كابتن خطيب قال لي السنه اللي فاتت، خلينا نطلع نشوف عشان برضو الناس تفتكر كل حاجه. كابتن خطيب ايه مش السنه اللي فاتت، ده من 3 4 شهور قال يا جماعه احنا خدنا 30 بطوله في كل الالعاب، خلاص ما راحش مننا غير 3 4 بطولات، اللي جاي صعب قوي قوي قوي. خلينا نطلع نشوف ماذا قال كابتن خطيب في اخر حفله ونرجع نكمل. عايز احيي فرق النشاط الرياضي، بقول لهم اللي جاي مش هيكون سهل. انا عدت الكلام ده تاني لان انا اعنيه كويس، اللي جاي مش سهل. البطولات اللي كسبناها خلاص بقت في التاريخ، ولازم نبص للمستقبل. عايز احيي فرق النشاط الرياضي، بقول لهم اللي جاي مش هيكون سهل. انا عدت الكلام ده تاني لان انا اعنيه كويس، اللي جاي مش سهل. البطولات اللي كسبناها خلاص بقت في التاريخ، ولازم نبص للمستقبل. البطولات اصبحت في التاريخ، في الدولاب، مفيش دولاب هنا، الدولاب. البطولات اصبحت في الدولاب، انسوا خلاص، لا احد يفكر في اللي فات. اللي فات كسبناه واتبسطنا وفرحنا وبنفرح بيه كل سنه في مواعيده، زي ما فرحنا ب 27 نوفمبر في القاضيه والكلام اللطيف الحلو ده كله، ولكن مش هنفضل عايشين على اللي فات. اللي فات انتهى، اللي فات تاريخ، اللي جاي دايما بيكون اصعب، اللي جاي دايما بيكون اصعب. عشان كده انا بس حبيت اوري حضراتكم ان كل مسؤولين النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب، وكل ما بقول كابتن خطيب يبقى كل الناس عارفين ان الخطوره والصعوبه في الموسم اللي احنا فيه ده هتبقى عامله ازاي. الناس كلها عارفه والناس كلها حذرت على لسان رئيس النادي الاهلي كابتن خطيب. كان مهم جدا ان الاجتماعات دي تحصل علشان نشوف، او المسج اللي عايز الكابتن خطيب والمسؤولين يوصلوها توصل للجميع.